من جد تحياتنا لكم أصدقائنا المشاهدين، على أمل تكونوا عم تقضوا معنا أوقات حلوة ومفيدة. محطتنا هلأ رح تكون مع زينة كعدي، عضو اللجنة المركزية في التيار الوطني الحر ومسؤولة القطاع التربوي. زينة أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أول مرة بيوم جديد. 100% وإن شاء الله بتنعاد. أكيد أكيد. حضرتك مدربة معتمدة لمنهج تربوي معين هلأ رح تحكينا عنه، رح نفوت بحذافيره وبنقاطه، تفضل. نحن عم نحكي عن منهج ماريا مونتيسوري، هذا منهج صار معتمد بعدد كبير من الدول بالعالم. نعم. ونحن عم نحاول قد ما فينا ننشره بالمجتمع اللبناني، لأنه عنده فوائد كتير مهمة على الحياة النفسية والعقلية والجسدية بكل نواحي الطفل، بتخليه يكون إنسان مستقل بالمستقبل، بنقدر نكون نحن عم نأمن له بيئة صحية وسليمة. فمن هون نحن بلشنا نشتغل على هذا المنهج، ونكون نحن عم نقدر ننشره باكثر مدى ممكن بالمجتمع اللبناني. يعني هيدي هي مبادئه الاساسيه؟ هي المبادئ الاساسيه. الاخذ بيد الطفل للوصول بشتى المستويات. لا، نحن ما نترك له مساحه امنه للطفل بحريه، يقدر هو يكون عم يتنقل بالمطرح اللي هو قاعد فيه، تيكون عم بيعتمد على حاله ويكون مستقل بالمستقبل، ويكون هو بنفس الوقت عم يستعمل الادوات الحقيقيه، ما نعوده من هو صغير يستعمل اشياء بلاستيك وبعدين ننقله على الاشياء مثلا الازاز، السكين، المقص، من البدايه بنعوده عليهم وبيكون يعرف يستخدمهم بكل استقلاليه وبكل طريقه المضبوطه يقدر يشتغل فيها وما يكون لا عم بيأذي حاله ولا عم بيأذي المحيط تبعه. زينة، كيف بنعود الولد اذا صح التعبير على تنمية بيئة صحية، ما بعرف إذا قلتها صح، على تنمية بيئة صحية لإله ولنموه؟ أول شيء نحن كأهل أول ما نفكر بدنا نجيب ولد إذا كان بلان أو إذا كان نحن المدام ديجا صار في عندهم بباب البيت، بدهم ينتفوا الأم والباي على طريقة التربية، ما فيهم يكونوا هنا مشين إنه نحن جبناهم من ربي. هي طريقة التربية المعتمدة تكون مضبوطة، نكون نحن كأهل عم نأمن البيئة السليمة للولد والصحية. مثلا نحن وقت ما نكون بدنا نعمل أوضة الولد نخلي كل الأشياء تكون بمتناول الولد، مش نكون حاطين أشياء عالية ما يقدر يطال الولد. طب المستقبل وقت هو بده ياخذ لعبة أو شيء يكون يقدر يطال، لأنه هو حسب رغباته وحسب نمطه هو بده يتطور شوي شوي تيوصل لهو ينمي كل حواسه بلا مساعدة الإنسان راشد. إيه بس هيك نحن بنكون عم نأمن له البيئة إنه ما في شيء خطر عليه، وبيكون هو من خلال المراقبة تبعه لأهله وكيف أهله عم بيتعاملوا معه بكل استقلالية، مش إنه هو طفل ونحن ما فينا ولا أوعى مثل ما المجتمع بيربي، بالعكس نحن بنعطيه الحافز بنشجعه بنكون عم نراقبه عن بعيد ونكون مأمنين له الأشياء بتكون هي ضمن إطار صحي وبيئة صحية. إيه بس عفوا زينة، بس خليني أفهم منك هذا الموضوع، تأمين كل حاجات الولد من ألعاب هالشي كمان ما بيخليه يصير فضولي أكتر وما بيعود شي يهمه وما بيعود في شي يأثر فيه وما بيعود ولا لعبة إلى أهميتها لما بتعطي الولد هالكم من اللعب، شو ما بده بيطال وشو ما بده بياخد، ما بيوصل لنقطة عدم الاكتفاء؟ لا مش هون الموضوع، نحن الألعاب بمونتيسوري هي منا ألعاب، هي أدوات. أدوات؟ أدوات، نحن الادوات اللي بيستخدمها الطفل مش بالالعاب اللي نحن بنجيبهم عاده، هدول ادوات هن من خلال هي متابعتها والاوبسرفاسيون اللي عملتها على الاطفال قدرت طورت ادواتها تيكونوا هن هول ادوات عم بيستخدمهم الطفل وبنفس الوقت عم بينموا له كل مهاراته وكل قدراته، وبنفس الوقت هن الحواس تبعوله كلهم اللي بخلوه يتعاطى ويتعلق بالمحيط تبعوله، ومن خلالهم هن بيكونوا عم بينمى شوي شوي وعم بيطور حاله عقليا جسديا نفسيا حركيا، ويكون كمان بنفس الوقت عم بيكتشف كل العالم الخارجي ضمن اطار محدد وضمن مبادئ بيكون هو تعود عليها شوي شوي، بالمجتمع بعدين وقت يمسك هو الصينيه ويرجع يردها محلها بيعرف انه ان بوبليك ما في هو ياخذ غرض وما يرجع يهتم فيه ويرده محله، لانه هذا تعود هو عليه، يعني الغرض اللي لغيري كانه الغرض لإلي، انا بدي احترمه وبدي حافظ عليه، ما في انا لانه لإلي احترمه لانه لغيري ما احترمه. وبنفس الوقت بيكون الولد لانه ضمن صالة مونتيسوري اللي هي بتكون بعدنا بالمدارس من كل أدوات في وحدة، ما في أكثر من وحدة، تيتعلم الولد الصبر تيكون هو كمان بنفس الوقت عم بياخد بكذا أدوات وما يكون عم بيكررها عادة إلا حسب رغباته ونمطه هو، لأنه نحن بنعرف كل ولد عنده نمط، مش كل الأولاد عندهم نفس الأنماط، في عندك ولد بطيء، عندك ولد هو عقله
العمر العقلي قد العمر الحقيقي تبعه. في عندي كمان اولاد بيكونوا مسابقين هذا النمط، فنحن تما نحجمهم ونكون حاطينهم بصف واحد ونعطيهم نفس المعلومات، بنكون نحن بنفس الوقت عم نخلي كل ولد يتطور حسب الريتم تبعوله بالادوات اللي هو بيختارها، وبعدين بيعمل له هو تقويم ذاتي، لانه هو بيعمل اوتو ايفالجاسيون من بعد ما يكون خلص استعمل كل ادوات من الديجا استعملها بالنهار. هذا الشيء بينمي عنده الاستقلاليه، بينمي عنده التركيز. حتى بالبيت نحن اذا بدنا نشتغل كمان بالبيت ان باراليل مع المدرسه، بنكون عم نخليه يستعمل السكين، هو بيقص خياراته مثلا، بيقص البندوره، بحضر البوكس تبعه للاكل تبعوله، مش الام هي مسؤوله عن كل شيء. بس سكين بلاستيك صح؟ لا سكين طبيعي. أنا بنتي عمرها 5 سنين حاله. أبداً، لأنه هو بالنظر وبالمراقبة لأهله رح يعرف يكتسب هيدي المهارة، بلا ما تكوني أنت عم بتقلي، لأنه الحشرية الولد وقت يوقف حدك أنت وعم تشتغلي بيكون عم بيحفظ كيف أنت عم تستعملي السكين بلا ما تجرح ايدك، وهو اشطر مني ومنك. لانه الولد بيلقط اكثر مني ومنك. أيه بس ودماغه مثل اسفنجه صح، اكثر شيء بيقدر يلقط. كاهل بنضل بتعرفي خايفين ومرعوبين، ويا لطيف اذا هيدا يعني هيدي غريزه الاهل بخافوا ليصير له شيء. بس معك حق بشغلي انه طفل مثل اسفنجه شو ما بتعطي من هون. هو يقال انه عمر 0 لعمر 6 سنين هن الاهم بحياه الطفل، بهالسنوات يكتسب المهارات، بيطور عقله، يطور نمو العاطفي، نمو العقلي. شو بتخبرينا عن هالفترة الزمنية يلي بتطبع حياة كل إنسان؟ هي هيدي أهم مرحلة بحياة الطفل، من وقت ما يخلق الطفل لست سنين، هيدي المرحلة الأساسية لوقت نشوف نحن شخص كبير بالمجتمع عنده مشاكل إن كان نفسية أو حركية أو سلوكية، هو اكتسبها من خلال هيدي المرحلة، لأنه نحن بهيدي المرحلة عم نعطي الولد قد ما فينا إن كان عاطفياً وإن كان عقلياً وحركياً وجسدياً، تنقدر نساعده بالمستقبل يكون هو هذا الشخص اللي عن جد بيستاهل يكون ضمن مجتمع ويحترم الآخر مثل ما بيحترم حاله، ويخلي بنفس الوقت الآخرين يحترموه، لأنه هو عم بيكون بنظره عم بيتعامل معهم مثل ما بيتعامل مع حاله. حلو. فهيدي أجمل مرحلة وأهم مرحلة الأهل لازم ينتبهوا لها، يكونوا واقفين حد أولادهم، بس ما يكونوا مسيطرين على أولادهم، يعني يعطون المساحة الكاملة. المقص ما يستعملوا مقص بلاستيك لأنه بيجرح إيده، لا يستعملوا المقص العادي ويعطوه ثقة للولد إنه أنت بتقدر، لأنه وقت يحس بهيدي الثقة الأهل بيعطوه إياها رح يوصل ورح ينجح، وإذا ما نجح أول مرة رح يكررها وما رح يتعب، وهذا الشيء بيعوضه بالمستقبل، إذا فشل بشغلة يرجع يعيدها عن جديد، لأنه رح يوصل لو فشل كذا مرة، لأنه هو صغير مش من أول مرة قدر يعمل الشغلة، كررها كذا مرة تقدر يوصل لها. هدول الأشياء الصغيرة الأهل يمكن ما بينتبهوا لها. مزبوط. ما بينتبهوا لها، بس هي بتطبع حياة الطفل، لما هالقد بتعطيه ثقة بنفسه بده يطلع شخص عنده ثقة بالنفس، مش بيرتيوربي وخايف وبدي أوقع. مزبوط. مثلا إذا الولد وقع كرسي، في عندك امات انه شو هالكارثه، ليه وقعت عملت ضجه؟ بتقوم لقيامه. بتقيم لقيامه، بينما انا كراشد في كمان وقع الكرسي، وقتها انا وطي لعند الولد ويكون على طول نظري بمستوى نظر الولد، بيكون الولد عم بيقدر يستوعب علي اكثر، وقت اكون عم بحكي بصوت واطي مش عم بعيط عليه رح يقدر يركز معي، ما رح يكون خايفان. وقت تشوفي ولد بالمجتمع عنده هذا الخوف وهالإزيتاسيون انه انا لا ما بدي اعمل هيدي الشغله، هذا ولد بقلب البيت عنده مش عاطينه مساحه كامله، اذا صار معه مشكله او شيء على طول في عندك حدا عم بيكون على طول فوقه، هو عم بيضغطه اذا بدك نفسيا. بينما الولد اللي بمونتسوري اوكي وقعت الكرسي بتناقش معه، بقول له انا ليه؟ لانه هو رح يفسر لي انه مثلا بالغلط علقت اجري وقعت الكرسي، فيك مره ثانيه مثلا زيح عن الكرسي، انت برايك أنا في أسأله أنت برأيك كيف كان لازم تقطع؟ بدي أحكيكي عن المستوى هيد، دايما بنسمعها من المتابعين التربويين أنه بس بدك تحكي مع الولد بدك تنزلي إلى مستوى، بدك تكون وجهك قبال وجهه مباشرة، عيونك بعيونه، مش أنت فوقه عم بيطلع فيكي هيك. هو شو بحس لما أنت بتكوني فوقه مش نازلة لمستوى أنه هي كتير أكبر مني أنا ما في أتواصل معه؟ شو الإحساس يلي بحسه لما بتكوني عم تتواصلي معه من فوق كونه هو صغير؟ يعني
هي المشكله هون بتلاقيها بعدين بالمستقبل، مش بس بالطفوله. وقت يكون حدا كبير على طول عم بيحكي مع الولد رح يحس على طول في حدا اعلى منه، يعني هذا الشخص الاعلى منه بالمرتبه؟ لا، بالشكل او بالمرتبه مستقبليا هو عم بيعطيني الاوامر. وقت هو يعطيني انا الاوامر بالطريقه اللي هو اعلى فيها منه بمستواي، ما عم بيحكيني بالتوناليتي اللي لازم يحكيني فيها اللي هي الرواء واقدر اتناقش انا معه، هون الولد بصير عنده انكسيتي، بصير عنده خوف، بصير عنده قلق، بيطلع ولد عنده مشاكل تعلميه بالمستقبل. وقت يكون عم بيكتب ما بيقعد عارف حاله اذا عم بيكتب صح ولا لا، والولد اللي بيكون خطه زيكزاك مش جالس، هيدا كمان بيرجع لطفولته لانه ما عم بيسترجع يقدر يكتب القلم ويكون عنده هالقد ثقه بحاله. والصريخ والعيط، والصريخ والعيط بس لكمل لك، هذا الولد بالمستقبل وقت يروح يشتغل بشركه او بحيلا مطرح او بيكون بقلب مجتمع ويحس انه في شخص اعلى منه مستوى او اعلى منه شانا، رح يصير يخاف منه هذا الشخص لانه رح يرجع يذكره بالذاكره، انا وقتها كنت صغير كان في حدا، هذا الشخص معقول يعيط علي؟ لو قد ما انا كبرت رح تضل هيدي الصوره بقلبي وضل انا بعقلي عم فكر فيها. انه معقول يا هل ترى هو بيقدر يعيط علي؟ نحن بقلب المجتمع كثير بنواجهها 100%. بدي اوصل للصريخ والعيط لان هي شغله كثير مهمه، كثير بيحكوا الولد بصريخ بيعيط بانفعال وحتى لو ما كان في انفعال بصوت عالي جدا. اولاد بتحسيهم يمكن بينصدموا اول مره او ما بيعرفوا بدهم يعملوا، ولكن من بعد ما نكبر نحن هذا الصوت بضل بدينينا بنضل سامعينه، حتى اوقات ما بنعود بس نكبر نقدر نسمع شخص صوته عالي، بصير شكلنا ازعاج لموسيقى عاليه لشخص صوته عالي. نحن هون شو بنعمل بالولد لما دائما صريخ وعيط ودائما بدي احمى عليكي ودائما مش عاجبني وحتى لو بدي اتفاهم انا وياكي بده يكون صوتي عم بيلع عليه، شو بكون عم بعمل بالولد؟ انا برجع بقول لك نحن وقتا يصير عندنا ولد بالبيت بدنا نعتمد اسلوب معين، البي والام بدهم يعتمدوا نفس الاسلوب. يمكن نحن بتربيتنا التقليديه انا وانت وغيرنا كان على طول عندنا صوره الام هي اللي اكثر شيء يمكن شوي بتعيط اكثر من البابا، بيجي البابا نحن بنحتمي فيه لانه بيكون كل نهار جاي يغنجنا عشيه. فصوره الصريخ والعيط يمكن تكون بشخص واحد ويمكن تكون باثنين، هيدي صوره الصريخ والعيط اللي بتزعج الولد اللي ما تخليه يتطور ولا عقليا ولا نفسيا ولا فكريا ولا حتى جسديا. بس سوري يمكن مش من الام والبي، يمكن من المعلمات او يمكن رفقاته او اخواته، مش ضروري الام والبي 100%. بس نحن اول مرحله من الصفر لثلاث سنين قبل ما ننتقل للمدرسه بيكون عايش دجا هو بالبيت ضمن بيئه أم وبي واخواته، يمكن يكونوا اخواته بس ما اخواته عم بيقلدوا اهله، ما معقول يكونوا عم بيقلدوا حدا ثاني لانه هيدي بيئه البيت، البيئه بدها تكون بيئه، ما فينا نحن نغيرها الا اذا نحن رجعنا اشتغلنا دو زيرو، ونرجع نشتغل عن جديد صعب كثير، من هيك نحن الاتفاق لازم يكون من الاول، نكون نحن عم نشجع الاهل كيف يتواصلوا مع اولادهم، التواصل بده يكون بطريقه كثير رايقه، بطريقه كثير سليمه، من هو والولد عمره نهار. انا ما في الولد اذا جوعان طيب يلا هلا بعمل لك ببروم اوكي، او يا الله هلا بدي اقوم اعمل ببروم بعدني قاعده. الولد هو لو عمره نهار طريقه النبره بتضل رح تضل فيه ورح تنمى لانه الام عندها هيدي الطريقه، وشوي شوي رح يوصل الولد يحس حاله يمكن مصدر ازعاج ويصير هو يخاف يتصرف مع امه، وامه بنفس الوقت رح تعيط لانه هيدي طريقتها. هون نحن بنكون عم يعني اذا بدك عم ننمي ولد ما عنده هيدي القدرات ليقدر يمكن هو يكون ولد صحي. كيف هالولد بده ينمى بقدراته الحسيه النفسيه العاطفيه الحركيه و و و الخ 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 ببيئه سليمه، انا كأم شو لازم اعمل؟ اول شيء مثل ما قلنا بدنا نحضر البيت، ثاني شيء الام بدها تكون رغم كل المشاكل وبعرف كلنا عم نعيش ضغوطات قديش بدها تتحمل 100% بقلب البيت وبرات البيت وبالشغل، ويمكن في امات مضطريين تشتغل ما عندهم غير حل، بدهم مصدر مالي ثاني بقلب البيت تقدروا يكملوا، بفهمهم كثير منيح. بس نحن قررنا نجيب ولد سليم،
نحن بدنا ننسى كل مشاكلنا، وهيدي بدها شغل كثير من قبل الام، تنسى كل شيء وقتها تفوت على باب بيتها وتقفل باب بيتها، وتعتبر هي وصلت على مطرح السلام، مطرح اللي تقدر تشتغل هي واولادها، تقدر تحكي هي واولادها، بده كثير شغل على الام، وبقول انا للام يعطيك العافيه، وحتى للبي، لانه البي عشيه بيوصل كمان عنده ضغوطات، وعنده كمان مسؤوليات، ونحن هون بننوه انه هي التربيه مش بس للام، هي للام وللبي. ايه بس احنا دائما ليه بنقول زين الام؟ لان هي بالتصاق دائم مع اولادها، يعني هي عم بتكون معه من الصبح للمساء، بيجي بي هيك هيك راكب العمليه، مش انه نحن عم نقول انه البي ما بيربي الام بقى. لا بس ما هي بالتصاق دائم مع الاولاد كونها حدهم 100% ومعهم وعم تتابع تربيتهم. نحن هلا بدنا نشجع البي يشارك بهيدي التربيه، لانه صوره البي بقلب البيت كثير مهمه، ما في يجي هو اخر الليل يجي، في كثير بيات وبجننوا بيقعدوا حد اولادهم وخلص خلصت هون المساله، غنجناهم مش الحال، امنا لهم كل شيء، جبنا لهم كل الالعاب، جبنا لهم كل شيء بيحبوه، كل شيء بيطلبوه، هيدا ماشي. هيدا انا هلا، بس نحن بالمستقبل رح يعملنا كثير مشاكل. وقتها انا اقول له لابني بتعرف اذا بتزبط اوضتك هلا رح اعطيك فرياندييز او رح اعطيك في تعويض في مقابل دائما. ايه هيدا الشيء رح يخلق من انسان شو؟ اتكالي مصلحجي، لانه انا احصل على الشغله على طول بدي بالمقابل. بينما بمونتسوري لا، انا بدي زبط اوضتي لانه انا لازم زبط اوضتي تلاقيها انا مزبطه ومرتاح. كل شيء بيجي من جوا من مونتسوري، مش ناطر العالم الخارجي. يعني هو اذا بدك الفرح تبعوله والسلام تبعوله للولد بدنا نعوده ما يكون ناطر من حدا عم بيقول له برافو او نحن بدي اعمل شيء مقابل شيء. بالعكس انا بدي اعمل هذا الشيء لانه انا عندي رغبه اعمله، انا حابب اعمله. اللي انكسر بالطفوله ممكن يتصلح على كبر، حتى لو كان الانكسار كبير جدا، ان كان بالنفسيه ان كان بالعاطفه ان كان كدمات وبقيت اثاره بالقلب وبالتفكير وبالضمير. كل شيء بيتزبط بس صعب، بعد 6 سنين خلص. مش خلص، ما بدنا نقطع الامل، بس بتصير كثير صعبه. طيب نحن عندنا صورتين رح نلقي الضوء عليهم قبل الختام، هيك بيكون ختامنا مسك مع هولي الصورتين يلي رح نشوفهم تباعا. اول صوره نحن عندنا نشاط لا منهج مونتيسوري بمقر العام لتيار الوطن الحر بمير نشر الوحي. نعم. وهدول نحن المواضيع اللي رحنا رح نتطرق لهم. فهيدي الدعوه هي اعتبروها دعوه عامه. سبت 20 تموز. مضبوط الساعه 11، ونحن ناطرينكم كلكم تنقدر يمكن شوي نغير بالمجتمع، وهذا التغيير يكون ايجابي، ما نضلنا عايشين هذا السلبيه اللي عندنا اياها بالمجتمع. للاستعلام فيهم يتصلوا على الرقم الموجود. مزبوط على الرقم الموجود على الكارت 03-871-609. بكون حضرتي عم ساعدكم تتعرفوا معلومات اكثر. حضرتك ونحن رح نروح لانه حضرتك عم تساعدينا، ولانه هيدا الموضوع بالغ الاهميه. يمكن اوقات بنمزح بناخذها بضحكه، بنقول نحن تصرفنا هيك مع ابننا او بنتنا وهو تصرف هيك، بس العمر من 0 لـ6 سنين هو يلي بيكون شخصيتنا. بس نكبر يا بنطلع جيدين وعلى قدر من القيمه، يا بنطلع ومش الحق علينا. مش الحق علينا يعني نحن تربينا هيك، والمشكلة انه الانكسر صعب يتصلح، مش هيك؟ أكيد بيتصلح، ما بدي أقطع الأمل، ما بدي أكون سلبية، صح، بس صعب كتير. من هيك نحن أوقات بيكون بحاجة لحدا يكون عم يواكب الولد، ويكون عندهم صعوبات تعلمية هي من وراء شو ربي الولد، شو عايش الولد ببيئته، هو اللي عم بيسبب هدول المشاكل اللي بنلاقيهم نحن بقلب الصفوف بقلب المدارس، وبيكون اوقات بحاجه لشخص يكون عم بيسندهم. بس نحن لو بنكون مربيين الولد ببيئه سليمه وصحيه ومتوفر له كل شيء هو بحاجه له تيكون مرتاح على كل النواحي، نحن ما بنوصل مع ولا ولد يكون عنده مشاكل الا بنسبه كثير قليله. نحن بنلاحظ بعد كورونا صار في عندنا نسبة كثير كبيرة مع المشاكل مع الأولاد، الأولاد صاروا يقعدوا على الإكران. زادت 100%، صاروا يقعدوا على الإكران، بيقعدوا على التي في ما بيعملوا شيء. صار عندك أولاد بتحسيهم بشي بس بيقوموا من التخت على الكنبية ما بيعملوا شيء. أنا لا بدي أعيش ابني بأوتيل، أنا بدي أعيش يساعدني، بدي أعيشه معي تيساعدني، في يطبخ معي، في ينشر معي، في طوي تيبه معي، في يكون إذا هو طلع بقول له يكنس يكنس معي.
ان كان صبي وان كان بنت، هدول اللي مانا نحكر بس على البنات، صحيح. هيدا كله عم بينمي له كل المهارات، يكون عم يلقط مثلا السكين بايده، هون عم بيحرك ايده، عم بيحرك ثلاث اسابيع، اللي بالمستقبل رح يخلوه يكتب برياحه اكثر. وبالملقط وقت يكون عم يظبط الكلسات، كل كلسة مع الكلسة الثانية، هون بيكون نحن عم بيعمل ترياج، بكره بقلب المدرسة بالبي اس بيكون عليه فاسيلتي كثير هينة عليه، هو يختار لونين مثل بعضهم. يعني زينة كل النقاط يلي أثرتيها على قدر من الأهمية، وأكيد أنا بقول لكم كونوا كتار ب20 تموز، المكان وين؟ مقر العام للتيار الوطني الحر ميرنا شي الوحي. ومن أي ساعة لأي ساعة؟ من 11 مبدئيا للساعة 2. ان شاء الله خير، وان شاء الله كلكم تكونوا بهيدا المكان بالتحديد. زينة كعدي، عضو اللجنة المركزية للتيار الوطني الحر ومسؤولية القطاع التربوي، شكرا كثير زينة، إلى المزيد من اللقاءات. ميرسي كثير. أهلا وسهلا فيكي. أصدقائنا المشاهدين، بريك إعلاني وبترجع بتنضم لكم ريتا ولقاء جديد.